ويعيشون حياة طيبة وياك. تقبلين؟ أستاذ تريد الصراحة؟ أنا ما أتحمل مسؤولين ويمجد. ما تريديهم؟ أي ما كان من يعني توفى بابا من يوم كانت تردني تقول روحي لعمامكم احنا وين نبقى بالهياكل كنت انا عمري 10 سنين هذا يعني 3 سنوات بالحرب بالهياكل نقعد ليش ما اريد عوامنا لان يدرون شو يعني اذا نروح ندري شو يصير بينا هي من العوام عمامكم وين؟ بدياله وش يصير بيكم اذا تروحون؟ يعني كل مره يروحون ذاله بالعطله تقول رواد قلت كل يوم يا نامين طنصات الزنجيل او شنو هالربطكم شنو هالربطكم؟ هذا يضربهم على بطن الصبح عماتي ذالي قاعدهم ليش ضربات على بطنكم يلا حضروا نفسكم للشغل هذا ما شغل؟ هذا الطفل ما شغل يعني؟ بس فهمينهم كاظم هو من الوصي عنهم؟ جدهم لو انتي؟ انت غير انتي ام؟ انطلت الوصاية انتي انت ام لو مو ام؟ انت طالب وصايت تريد هن تقول انا هاي كيف بس انت ام لو مو ام لا لا والله انت مو بناتي انت اكو ام من البيت كل دايم عرضها بالشارع اقول لك انت مالك اسكتي ما انت شلون ما له علاقه ام ما يصير مالك دخل انت ما صايره كل العالم ما حد يسوي له علاقه بالشارع بنات سيارات تفتح عليهم البيت كله بنات اقول لك تريدهم اخذهم انا بالنسبه لي ياخذهم طبعا الهدف يبيك هم طلعنا بالشارع ما تريدنا من قالت لنا انه انطيكم قاز زوجها يعني انه تعطينا فلوس حتى نرقص له فاحنا ما وافقنا قالت لاختي الكبيره ما وافقنا فقالت هي تشد ويانا تقولين اطلعوا من البيت انا مو بكم روحوا وهاي بعدين طلعنا قمنا ننام بالشارع او يم الجوارين حتى ملابسنا يعني شو مرتب ومن ما بتوقف يعني كان يروح للشغل ما يريد يروح للشغل ليش؟ لان تضربه. كنا ندعي مني يروح للشغل نقول يا ربي كنا جاي ما نفهم نقول يا رب افتح من باب السر خليه يجي بابا بسرعه مني الشغل. كنا نقعد بالسياره عمي يعني.